لو انا عايز اعمل انستول خلاص هكونكت مثلا على ماي سيكول. طب ما في باي على اي سيكول سيرفر، في عندي باي مايكروسوفت اس كيو دي باكج او موديول يخليني اقدر اكونكت على السيكول سيرفر خلاص، هو يبدا ينزله. انا السيكول سيرفر عندي مش عارف عندي سيكول سيرفر ولا لا، ما عنديش المانجمنت سيستم. لا للاسف هتاخد وقت عن الاسئله، طبعا انا مش محتاج ان انا اضيع وقت في السيت اب بتاعها. نو نو واي. طيب مش موجود، مش منزل عندي المايكروسكوب السكوت سيرفر، اسف. لكن اتاكد ان مش موجود عندي عشان طيب انا نزلتها مثلا، نزلت بتاعت الايه الباي مايكروسوفت اس كيو سيرفر يعني. لو انا مسكتها عندي ما بعرف اشتغل عليها، انا ممكن بعد اذنكم اهو اعمل كده واقوم جاي هنا 85. مثال تاني خالص غير المثال اللي احنا كنا شغالين عليه، بحيث ان انا اقدر اكونكت على على اس كيو سيرفر. هاجي اعمل ايه؟ هي اصلا باي اس كيو ال اهي، ده الباكج بتاعتي اللي انا بشتغل عليها وبقدر اكونكت من خلال السيرفر، وهو السيرفر او ساعات بنكتب يعني بيبقى ليها نوتيشن تاني لو انا مش شغال حاجه اسمها اس كيو سيرفر ستاندرد اديشن، ولا شغال اديشن مثلا بنحط السيرفر سلاش الكود او يعني ساعات بيبقى السيرفر ممكن يختلف على حسب الاديشن بتاع الاس كيو سيرفر. بس في الاخر هتحط الداتا بتاعتك هنا، لو انت شغال على الاس كيو سيرفر كامله هتحط كده زي ما انا حاطط كده بالظبط. تمام. المهم الداتابيز زي ما انت مسميها هناك، واليوزر والباسورد زي ما انت مسميهم هناك عادي جدا. يبقى عندنا الداتابيز واليوزر والباسورد والهوست. طب وهنا هعمل ايه؟ هكونكت على السكيول سيرفر، هنادي على الباكج اللي اسمها باي ام اس اس كيو ال. خلاص الام اس اس كيو ال بتاعتنا اللي هي السكيول سيرفر. تمام. قلت له كونكت، اديته الهوست، اديته الداتابيز، اديته اليوزر، اديته الباسورد. هوست يوزر وباسورد وداتابيز هم هم اه هم هم. وما اجي نادي هنا على كونكت تو اس كيو سيرفر وخلاص. طبعا هو ما اجي اكونكت دلوقتي السيرفر مش موجود اصلا، لكن هو ما عندوش مشكله يعني، هو لو السيرفر موجود والداتابيز نازله هيقدر يشوفها. لكن طبعا هيحاول، تلاحظ ان هو اخذ وقت، اخذ وقت. بعد كده قال لي انا دورت على الداتابيز بتاعتك كسيرفر خلاص، وانا ايه انيبل تو كونكت، مش قادر اكونكت، والسيرفر بتاعك ادابتيف سيرفر از ايه ان افيلبل، مش متاح، انا مش لاقيه، اور داز نوت اكزيست، او مش موجود اصلا. خلي بالكم، وطلع لي ايرور ان السيرفر مش موجود، لكن معنى الايرور ده ان الكود صح. يعني معنى الايرور ده ان هو دور على السيرفر بتاع الاسكول سيرفر بس مش لاقيه، وهو فعلا مش موجود عندي. خلاص، لو هو كان موجود كان هيكونكت بس وخلاص. فالموضوع ما هوش المستحيل ولا حاجه، موضوع بسيط. طيب